الكلام ده عايزينه. اهلا وسهلا بكم مره تانية مع استوديو سي بي سي مصر تنتخب. مصر دلوقتي بتقفل اللجان، كمان شويه هتغلق ابواب اللجان ويغلق التصويت، وعلى ما تغلق اللجان احنا عندنا مجموعه اخبار، في اولها الخبر المهم اللي هو تاكيد للخبر اللي اتكلمنا عليه في فقره الظهر. الخبر بيقول ان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحه اصدر قرارا بتسميه يوم 25 يناير من كل عام عيد لثوره يناير، يتم الاحتفال به سنويا ويصبح عطله رسميه يعطل فيها العمل بالوزارات والمصالح الحكوميه في كافه انحاء جمهوريه مصر العربيه. كده بقى رسم كده الثوره ما بقتش وجهه نظر عقبال ما رموز الثوره يطلعوا من السجن. أعلن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أن بيان الأزهر حول استكمال أهداف الثورة المصرية الذي توافقت عليه كل القوى الدينية والسياسية المصرية سيتم إعلانه في ميدان التحرير يوم 25 يناير في إطار احتفالات مصر بالعيد الأول لثورة يناير كتعبير عن وحدة الشعب المصري وعزمه على استكمال أهداف الثورة. كده الميدان كمان ما بقاش وجهة نظر. البيان كان طالب بعدة أشياء، منها ضرورة عودة الجيش الوطني ذخر الوطن وحامي انتفاضته إلى دوره في حراسة حدود مصر وأمنها القومي، وكذلك سرعة المحاكمات، أعتقد المقصود طبعا محاكمات رموز النظام السابق، بما لا يخل بحرمة الحق ومقتضى العدل وواجب النزاهة واستكمال الوفاء بحقوق أسر الشهداء والمصابين في العلاج والعمل والرعاية والتعويض. وطالب كمان بتسليم السلطة للمدنيين في موعده المحدد ودون إبطاء. الخبر الأخير، الدكتور علاء الأسواني نفى الأنباء التي انتشرت حول استدعائه للتحقيق أمام النيابة العامة في أحداث مجلس الوزراء التي اندلعت في ديسمبر الماضي، وقال على تويتر النهاردة أنه جاهز للتحقيق في أي وقت لأنه ما عملش أي حاجة تخالف القانون، وأنه فخور بتضامنه مع المعتصمين والمتظاهرين السلميين وسيظل يتضامن معهم ودائما لأنهم أشجع وأنبل من أنجبت مصر. كده واحد فلت. أنا برحب بضيوف الكرام، الدكتور إبراهيم عوارة رافع الدعوة القضائية المتعلقة بإعادة بطلان الانتخابات في جمهورية مصر العربية كلها بسبب مشكلة هيشرحها لنا دلوقتي، وكذلك أرحب بالأستاذ علي حسن نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط والخبير القضائي. أهلا وسهلا أستاذ. أهلا بيك يا فندم. الموضوع باختصار تشرحه لنا أستاذ إبراهيم. أيوة، الموضوع باختصار إن احنا اكتشفنا بمحض الصدفة البحتة رجل يريد أن يعرف موقع دائرته الانتخابية التي سيدلي فيها بصوته في الانتخابات التي ستجرى يوم 3 في الشهر 3 يناير. الراجل ده كان معاه بطاقتين مختلفتين، فلفت نظري انه خاف وجري، فاحنا كشفنا جف مخنا نكشف يكون ليه اكتر، فطلع لهذا الرجل 32 بطاقة بنفس الرقم. قد يقال ان ده تشابه اسماء، وهذا عبث كما تقول الهيئه العليا للانتخابات، لان انا اسمي مثلا ابراهيم عبد السلام عبد الفتاح محمد عاره ثلاثي، هذا الاسم الثلاثي زور وكرر في بعض اللجان 34 مره في دائرتي وفي دائر في المنوفيه ايضا عند الاستاذ الدكتور ابراهيم كامل. فاحنا جمعنا فرغنا سي دي مديريه الامن تعطيه لكل مرشح نظير رسم معين ومختوم عليه الهيئة العليا للانتخابات، بمعنى أنه صادر من الهيئة العليا للانتخابات وتحت إشرافها طبقا للقانون، وهي المنوط بها تنقية الجداول، وهي لا تعلم عن هذا شيء. فأنا لما فرغناه فطلعت فضايح هذه الجريمة. أنا أستطيع ولا أكون مبالغا إن قلت إن دي أخطر جريمة تزوير تحدث في مصر، أنها متعلقة بإرادة الأمة. أنا لما عملت استجواب في مجلس الشعب خاص بتلوث أستاذ علي قلت إن ده أخطر من استجواب الأسلحة الفاسدة في عهد الملكية،
لان الاسلحه الفاسده انما كانت اسلحه تضد. معلش استاذ علي، سيادتك هذه القضيه نشرح قضية الموضوع اكتر للمشاهد. أيوة يعني حضرتك دلوقتي انا معايا، بيبقى معايا ايه، 10 بطاقات شخصيه؟ لا 34 احيانا، 34 بطاقه رقم قومي. يا سيدي الفاضل انا جايب لك المسترات وياي. ولنفرض اول اسم سيادتك شوفه اسم الشرقاوي ده ليه 18. بس ما جوش كده في السي دي، ده احنا اللي عاملينهم كده. في السي دي بيبقى متفنط على دواير كتير والجان كتير، والجان كتير وخارج المحافظه وفي محافظه ثانيه، وقد يكون من تلا ينتخب في طنطا وهكذا. يا استاذ عادل 120,000 صوت في الكتيبات دي. امام سيادتك تستطيع ان تفحصها. الكتيبات دي فيها كام فيه صوت؟ 120,000 تقريبا. دي في دايره حضرتك في دايرتي انا فقط. طيب. ومثلهم او اكثر قليلا في دايره الدكتور ابراهيم كامل. طيب. وعدد الـ عدد الاصوات، الاصوات اللي في الجمهوريه كلها، الجمهوريه كلها، في خبير حسابي قال ان فيه زياده 9 مليون صوت مكرر، ولا يمكن ان مصر اتولد فيها 5 مليون خلال 3 سنين اخر عدد قالوه. فالنهارده الهيئه العليا هي المنوط بها طبقا للقانون، عندها لجان قضائيه ومن اختصاصها انها تراجع هذه الكشوف. هذه القاعده قاعده فاسده ومزوره ولا يمكن ان يطمئن اليها. واحنا طعنا امبارح في الجلسه في مجلس الدوله على الانتخابات في مجلس الشعب ومجلس الشورى والانتخابات الرئاسيه، لان نفس الاسامي دي اللي هتنتخب في الشورى وفي الرئاسه. وانضم الينا بعض احد مرشحي الرئاسه، وانضم الينا مرشح الشورى، وهذه القضية قضية سهلة جدا. كيف القاضي ملوش ذنب بيخش له الكشف ده بيلاقي الشرقاوي ده، بيروح معلم خلاص اسم واحد. لو قلب 3 صفحات هيلاقي مليون شرقاوي. هذا على في الغالب هيكون على مستوى الجمهورية، لكن احنا عندنا عدة دوائر فيها هذا التكرار المشين. النهارده ما هو الهدف؟ يعني الشرقاوي ده بيجي يصوت في المدرسه دي. ايوه. وبعدين يروح يصوت في مدرسه تانية. هقول لسيادتك. اتفضل. المدرسه غالبا فيها لجنتين او ثلاثه اربعه حسب امكانياتها. فبيدي صوت او صوتين. وبعدين يتنقل في البلد اللي جنبه حسب موقعه، يدي صوتين بقى اربعه. هم عاملين الانتخاب على يومين، ليس للتسهيل، ما هو ظاهر دلوقتي على الناس. طب والشخص ده مين هو ومصلحته ايه؟ مصلحته يعني؟ في عربيات، وانا بقول لاول مره كانت واقفه على اللجان تنقل هؤلاء الناس وعارفينهم بالواحد، بدليل ان ال 18 يبقوا 18 عند الراجل ده، وبعدين 16 وبعدين 15، يعني جايين عد تنازلي في عمليه لا يمكن ان تقوم بها جهه معينه او شخص واحد، وإنما في ناس في الدولة نظموا هذه العملية لصالح جهة معينة، وسيثبت ذلك أمام القضاء. وأنا يعني هستمر في القضاء جوه مصر وخارج مصر، لأن هذا عبث بإرادة الأمة. أستاذ الرحمن، تفضل أستاذ علي. أولا أنا طبعا بقول أستاذنا الفاضل الدكتور هارد لك، لأنه يعني لم يحالفه الحظ وفق ما أشار إلي في الانتخابات، رغم أنه كان عضو منذ قبل لعدة دورات في انتخابات سابقة. أما الموضوع الذي يتحدث فيه فأنا على علم به منذ اللحظة الأولى. طبعا نحن نعترف أن مصر مرت بانتخابات، أول انتخابات بعد ثورة 25 يناير، العالم كله بيجري وراء هذه الانتخابات عشان يتابعها ويلاحظها. بشهادة الجميع انتخابات جرت حرة نزيهة، لم يشوبها ما يشير إلى وجود أي تزوير أو وجود أي تخطيط أو تنظيم من جانب أي سلطة من سلطات الدولة للعبث بنزاهة العملية الانتخابية. الدولة وقفت على الحياد التام، الانتخابات جرت تحت إشراف قضائي كامل، نتيجة الانتخابات جاءت معبرة تعبيرا حقيقيا عن إرادة الشعب المصري. النهاردة الصبح الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر راح قابل، ما هقول لسعادتك هجاوبك لسه، ما يعني انا عايز حضرتك تخش، ما انا هجاوبك على الحته دي عشان الوقت. حاضر بالظبط. فيما يتعلق بهذه الجزئيه، إعداد الجداول الانتخابية تم بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات، شارك في إعدادها وزارة قاعدة بيانات وزارة الداخلية بالاشتراك مع التنمية الإدارية بالاشتراك مع وزارة الاتصالات. قاعدة الانتخابات صحيحة بنسبة 100% وفقا لهذا الورق اللي جابه أستاذنا الفاضل إبراهيم بيه. ليه؟ النهاردة الأستاذ إبراهيم بيستند إلى حاجة مهمة جدا، بيقول لك إزاي في دائرتي الانتخابية يا أستاذ يبقى في 10 أو 20 واحد اسمهم محمد أحمد علي أو أحمد محمد حسن،
لو حضرتك جبت اسم عبد الرحمن يوسف دلوقتي على الشركة المصرية للاتصالات هيطلع فيها 100 اسمهم عبد الرحمن يوسف. هل يعني هذا وجود تزوير في أدلة دليل التليفونات؟ لا. لما أنا قريت هذه الأمور ال 30 واحد اللي طالعين مثلا باسم محمد أحمد، اسم محمد أحمد ده هتلاقي فيه منه مصري 100,000، مش مجرد ال 20 اللي في الدايرة. لكن بتلاقي واحد قدام مدرسة طنطا الابتدائية، واحد قدام مدرسة كذا الصناعية، واحد قدام مدرسة زفتة، واحد قدام مدرسة كذا. فإذا كل دايره من دوائر مصر لما بتقول مثلا اسم محمد علي، انا ساكن في مدينه نصر، هتجد في دايره مدينه نصر 30 واحد اسمهم محمد علي. هل يعني هذا ان دي مزوره؟ لا، واحد جاي من حي السفارات، واحد جاي من الحي السابع، واحد جاي من الحي السادس، واحد جاي من الحي الخامس، ده قدام كذا، ده قدام كذا، ده كذا. قاعده البيانات قاعده صحيحه. ليس صحيحا ان في واحد شال 32 بطاقه وبيلف بيهم، كلام غير صحيح. اذا كان الدكتور عنده واقعه ان فرد واحد أدلى بصوته مرتين، وده كان مستحيل وما شفناهوش، لأن لو كان في 9 مليون واحد أدلوا بأصواتهم خلافا للحقيقة، الشخص بيخش وحضرتك رحت وأنا رحت بغمس أصبعي في الحبر الفوسفوري بسجل بطاقتي وفقا لبطاقة الرقم القومي، لما بخش على الرقم القومي بلاقي بطاقتي على مدرسة كذا الثانوية أو الإعدادية فقط، وبخش أدلي بصوتي بيها فقط. أنا اسمي متكرر، أيوه، في مهندس بيحمل اسمي، في طبيب بيحمل اسمي، في عاطل بيحمل اسمي، ده شيء طبيعي. لكن قاعدة البيانات قاعدة حقيقية، تكرار الأسماء، ايوه، في محافظة زي محافظة في عنده 100 الشرقاوي، لا انا بقول لا، في 10,000 اسمهم الشرقاوي في محافظة الشرقية، لكن اذا ده شيء طبيعي جدا ان يحدث هذا الامر. لكن قاعدة البيانات قاعدة صحيحة، هو اقام دعوة قضائية، شيء له الحق في اللجوء الى القضاء، لكن انا بقول عرض القضية على هذا النحو بيشكك الناس على نحو غير صحيح وغير موجود على ارض الواقع. هناك تشابه في الاسماء، الاسماء اللي انا قريتها دلوقتي اوريها لحضرتك، كل اسم قدامه لجنه ومدرسه مغيره للمدرسه الاخرى. نعم. طيب لا انا دكتور عايزين عايزينك يا استاذ عبد الرحمن، ما انا هقول لحضرتك على الجزئيات اللي قالها الاستاذ. يعني حضرتك دلوقتي لا ده الموضوع علشان اختلف دلوقتي، ده انا لازم ارد على اللي قاله. ما انا هخلي حضرتك والله مش بس يعني بالاضافه للرد، هل حضرتك تقدر تثبت عن طريق البصمه، بصمه الـ 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 عن طريق البصمه ديت انه في حالات عديده هم في الحقيقه شخص واحد؟ لا، لست انا الذي ساثبت. بجانب القضيه اللي كانت منظوره امس، انا ابلغت النائب العام ويحقق الان، وليس صحيحا ان الاستاذ علي، ليس صحيحا ان اسم احمد علي محمد، الاسامي سداسيه مزوره ومكرره. ما انا اسمي ابراهيم عبد السلام عوار الثلاثي، اسمي رباعي ابراهيم عبد السلام عبد الفتاح عوار الخماسي ابراهيم، وهكذا. لا يمكن الاسم الثلاثي يزور على هذا. اسمك متكرر كم مره؟ اسم انا حضرتك. مش اسمي انا. طب اسمك متكرر مره، بسال حضرتك. انا مش اسمي انا اللي اتكرر، انا بقول على دول احمد الهيئه العليا، هي المسؤول يا استاذ ما تقاطعنيش لو سمحت، الهيئه العليا مسؤوله عن تنقيه الجداول. انا عايز اسال سيادتك سؤال، ما هي الحكمه فإنها في تكرر هذه الأسماء ودي ده الأوضاع على هذا النحو؟ وعموما أنا هطمنك، النائب العام اللي أو المحامي العام الأول بيحقق فيها دلوقتي في طنطا ماشي، سيثبت تورط أكبر رؤوس في الدولة في أكبر قضية تزوير هي تزوير إغاثة الأمة. أستاذ زينك بس الورقة هقول لك على حاجة بسيطة. اتفضل. إنما مش اسم أحمد علي يا أستاذ صحيح. علي لا صح، أسامي ثلاثية مكررة بالظبط كده. في بيانات تانية مكررة غير الأسامي؟ لا مفيش بيانات أم اتفضل. لا ما جابوهاش كده. لا في حضرتك عندي أسماء رباعية، بص حضرتك في رباعية وفي ثلاثية. أستاذنا بص يا فندم، مين له مصلحة يعمل كده؟ أستاذ المصلحة يعرفها ناس في الدولة، يعني انا لصالح عايز بصراحه كلام الاستاذ علي، كلام الاستاذ علي مثلا هو قال لي انه ديت قاعده بيانات متاخده من وزاره الداخليه، اكيد من وزاره الداخليه بتاعت حبيب العدلي يا سعاده الباشا. هو الهيئه العليا اسقط في يدها، الهيئه العليا مشكله لجنه قضائيه تنقي الجداول ولم تفعل ذلك، وانما اعتمدت على قاعده وزاره الداخليه بتاع العدلي او حسني مبارك، ثم اعتمد على التنميه الاداريه وطبعوها كده، طبعوها كده، وبالتالي يعني هي قاعده البيانات جايه من وزاره الداخليه جايه. انا ما اعرفش يعني. هو خاتمها لي الهيئه العليا للانتخابات، اصبح المسؤول الاول يا استاذ علي هي الهيئه العليا للانتخابات، اسمها اللجنه العليا للانتخابات. الهيئه العليا هي عملت حاجه، ده طبع التزوير بتاع الداخليه وادتهولي في صاله مضغوطه، انا فرغتها طلع ده. حضرتك عايز تقول احمد علي اسم فعلا مصر فيها احمد ومحمود وعلي، لكن مثلا اسم بنت اسمها بسنت، بسنت دي في الارياف يعني كل 100 سنه تتكرر 30 مره،
طب استاذ عبد الرحمن بيه اتفضل. حضرتك في دلوقتي مثلا على سبيل المثال للحصر من الاسامي الشهيره اللي موجوده قدامي اهو في الورق، عبد العزيز احمد، عبد العزيز احمد ده اسم رباعي، في منه 7 اشخاص في الغربيه، ده شيء صحيح وانا بقول انه صحيح. ليه؟ موجود اللجان الانتخابيه بتاعتهم امام 7 لجان انتخابيه مختلفه، بس في الاخر بيقايل لك متكرر كام مره كل اسم. ما هو كويس، متكرر 4 مرات كل واحد، كل واحد من هؤلاء اللي في مركز طنطا واللي في مركز طنطا اول واللي في مركز طنطا تاني واللي في مركز طنطا تالت، كل واحد فيهم له لجنه خاصه. لكن زي ما قلت لحضرتك، لو قلت لسيادتك دلوقتي اسم انا رباعي على دليل التليفونات بس، هيطلع فيه 10 بيحملوا اسمي انا رباعي. حضرتك في عندي اسم مثلا صباح محمد محمد حسن، واحدة في معهد الشهيد محمد سليمان البلتاجي صوتها، واحدة في مركز شباب مدينة طنطا، واحدة في معهد التوكل النموذجي، واحدة في مدرسة قاسم أمين الثانوية، يعني إذا كل واحدة من هؤلاء موجودة أمام مدرسة شكل. فإذا هذا لا يمثل تزوير، لا ده ولم يزور أحد قاعدة البيانات ولمصلحة مين. سأثبت، ما هو مش أنا اللي هثبت، سيثبت النائب العام أن هناك تزوير فيها في قاعدة بلاغ. لكن حضرتك أنا مجرد تعديل البلاغ لا يعني أن هناك تزوير. يا سيدي ما يحقق بيحقق. وأنت قلت حضرتك بتقول اسمه أحمد علي. نعم أحمد علي وأحمد محمد وأحمد زكي مكرر 1000 مرة، ولكن كل واحد أمام لجنة شكل. ناس من دول كل واحد. طب حضرتك قابلت ناس منهم؟ أمال هو قول لي احكي لي. قابلت واحد إزاي؟ قول لي. مش كده بس، أنا لن أقول حفاظا على تحقيقات النيابة وحفاظا على راجل ذاته، لكن الفيصل في النائب العام هيعمل ايه في الجريمه دي؟ مين اللي بيظهر لصالح مين؟ بتعمل قاعده بيانات. ما تقول لنا حضرتك. ما هو راجل خايف وانا لا افشي اسرار تحقيقات النيابه. يعني مين اللي ليه مصلحه في انه يعمل جريمه تزوير بهذا الحجم؟ سؤال اجتهادي. يعني هل حبيب العدلي كان عامل الكلام ده لصالح الحكومه مثلا؟ حبيب العدلي عنده احنا الانتخابات ما ده شغل الوزاره القديمه مش كده؟ لا يا فندم، لا، قاعده البيانات دي شغل اللجنه العليا للانتخابات، وتمت بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات يعني التي أشرفت عليها. يعني استلمته من جهة، استلمته من وزارة الداخلية بعد ثورة 25 يناير. قاعدة البيانات وفقا للرقم القومي لم تحدث في تاريخ الحياة السياسية في مصر للمرة الأولى بعد ثورة 25 يناير. أيوة يا فندم، بعد الثورة في ناس بتتقتل لسه حضرتك، مش معنى إن هي بعد الثورة إنها بقت نظيفة. ده ممكن يكون شغل حبيب العدلي، الراجل ليه حق. يا فندم حبيب العدلي كان مشي لما تعدي دي قعدتها سيدي مشي، ولغايه دلوقتي كل حاجه في الوزاره زي ما هي، ما فيش مشكله. بنتكلم عن موضوع البيانات، انا بتكلم على البيانات كل اسم من هؤلاء، مفيش مانع، مفيش مانع ان الشغل دوت يكون شغل حبيب العدلي. يا فندم لا، ده شغل اللجنه العليا لاول مره في مصر، اللجنه العليا للانتخابات تعد، اللجنه العليا للانتخابات جابت لجان فنيه اشتغلت. بعد اذن حضرتك انا عندي سؤال. يعني كلنا عارفين انه الجداول الانتخابيه ما خدتش وقت كافي في التنقيح، كلنا كان عندنا التخوف ده يا فندم. رجعوا جابوا البطايق، عارف حضرتك السجل المدني؟ ايوه. كل واحد في مصر له رقم واحد في السجل المدني، مش رقمين. كل واحد له بطاقه واحده في السجل المدني، تم طباعه كل من له رقم في السجل المدني بعد استبعاد المتوفين والكلام ده كله. لكن يعني القاعده الاساسيه اعتمدت. نعم المتوفين استبعدهم. ايوه اجيب لك كذا الف متوفي، بس انا ما ركزتش على المتوفي. يعني انا عايز كذا الف متوفي يا استاذ عبد الرحمن. دي فعلا يعني في ناس لقوا ابائهم المتوفين موجودين. في اكيد برضو الخطا وارد في حاله حالتين 10، واحد يتوفى اول امبارح ما لحقش. لا كذا الف، لا بنتكلم في ناس بقى ابلغ عنه عشان يشيلوا. انا عندي حاجه، انا اللي بتكلم في الظاهره، ما فيش 10 مليون. احنا ده اللي بيثبت حضرتك دلوقتي، احنا عايزين حد يحقق في هذا الموضوع علشان نعرف الموضوع ده ظاهره ولا لا. تفضل وبلغ النيابه العامه، النيابه العامه بتحقق. بس انا بقول لحضرتك في ضوء اللي انا شايفه قدام عيني، تشابه اسماء طبيعي في الحياه المصريه العامه، في الحياه الاجتماعيه المصريه، وكل واحد موجود قدام لجنه شكل. يا رب يكون كلامك صح، يا رب يكون كلامك صح. لكن اجزم انه مش صح، ننتظر ونترقب. ولكن انا لا اريد ان افشي اسرار تحقيقات النيابه، ده انت هتفاجئ بمصايب. مين اللي ادى للجنه، بلاش الهيئه عشان بنزعل، مين اللي ادى للجنه الاسامي دي؟ خدها منين اللجنه؟ خدتها منين؟ السجل المدني. طيب بس السجل المدني. أيوة. ومين اللي عدل السجل المدني؟ بقول لحضرتك السجل المدني عدل. أيوة أيوة. تشوف طب مين عدل؟ يعني خدوها كده. معلش انا خدوها كده اللي زور الاسماء دي لصالح مين؟ السؤال ده متاكد ان هو ان الاسماء دي هتصوت له؟ جهه ما دي حاجه كبيره، حزب الله والخاف اللي عاملها، جهه معينه، الطرف الثالث يعني. طرف ثالث عاملها بالاشتراك مع مسؤول كبير، كفايه اقول كده. لكن ستكشف الايام، انا عمري ما دخلت السجل قبل اكون مذاكر طبعا، ستكشف الايام وتحقيقات النيابه
أن الدولة والمجلس العسكري وقعوا في خطأ جسيم يهدر كرامة وإرادة الأمة، وسأتبنى هذه القضية حتى تنتهي على وجه الحق. إنما كل لجنة، وإنت لو رحت كل اللجان كل المحافظات هتلاقي دي، وأؤكد لك إنهم 9 مليون، وعندنا خبير في الحاسب الآلي أكد إن في زيادة 9.5 مليون. مش عشان أحمد علي وأحمد محمد، لا، ده في أسامي، واحد اسمه سلطحة بذمتك، في واحد اسمه سلطحة يكرر اسمه 6 مرات يعقل؟ طلع لي ايه ده؟ طلع لي اسم سلطحة. لا، في دائرة إبراهيم كام؟ وريهاني حضرتك. في دائرة، أنا بقول لك، أنا بقول لك حضرتك، أنا مصدق يا أستاذ. أنا بحب أشتغل. تحب تشتغل وفقا لأرقام وأسعار الورق اللي سيادتك جايبه، الأسماء كلها المتكررة، شيماء محمد إبراهيم يا سيادي، في كل حتة في مصر، عبد العزيز إبراهيم عبد الحميد اللي اكتشف هذا. يا ريتك تتصل بالدكتور إبراهيم كامل في دائرة إبراهيم محمد يجيبوه. لا سمحت يا استاذ علي، لو تقدروا تجيبوا الدكتور ابراهيم كامل يبقى هايل. ابراهيم يا ريت، الدكتور ابراهيم كامل تليفونه مع تامر. انا بحب اشتغل دايما من الاوراق يا سيدي. انا مش جبت دايرتي. سلطحه دي عند ابراهيم كامل اسامي اوسخ من سلطحه. هل يمكن سلطحه دي تتكرر 34 مره؟ ازاي؟ مش ربنا عرفوه بالعقل؟ ربنا عرفوه بالعقل. مين هيزور سلطحه 30 مره لصالح مين؟ انت الجهه اللي عايزه تزور. مين هي الجهه اللي عايزه تزور؟ انا ما اسالش كده، ما انا بقول لحضرتك. انت شفت نتيجه الانتخابات؟ هل نتيجه الانتخابات التي ظهرت لصالح اي جهه في الدوله؟ انا بقول لا. طب انت هتقول على كيفك؟ كل واحد يتخيله يا استاذ علي. الشارع المصري هو اللي اختار يا استاذ علي. مفيش جهه في مصر كل واحد يتخيل. انما اسامي سلطحه اللي بيقول لك عليها دي، بقول لك في اسامي بالقيس. طب بالقيس ايه اللي اتكرر؟ طب بالقيس ابليس ولا بالقيس؟ ما ابليس برضه بالقيس. بالقيس بالقيس يعني معلش. عموما الفيصل، طب حضرتك رافع الدعوه على ان الكشوف مزوره ولا على ان في بطاقات رقم قومي مزوره؟ لا مش كده، انا رافع الدعوه لفساد كشوف البيانات بتاع الانتخابات دي وتكرار الاسماء واحتوائها على الالاف من الموتى. انا ما جبت سيره الموتى في المحكمه امبارح. ايه يعني 120,000؟ ايه قيمه 2000 3000 4000 متوفي في وسط النصيبه دي؟ ما جبت سيره الوفيات. ولكن اللي احنا قلنا ان المنوط بيه تنقيه الجداول واعداد البيانات وختم لي الاسامي باسم اللجنه العليا للانتخابات، بمعنى انها صادره منه، وفي قرارات تنفيذيه وفيه قرارات من رئيس اللجنه ان في لجنه قضائيه تشكل لمراجعه هذا كله. حصل تمت وراجعت وراجعت. أيوه. بالذمه راجعت ازاي وطلعت دي؟ طب ما يمكن الخبراء اللي عندكم يعني الموضوع يمكن هم اللي غلطانين. وانا منوط بيا ان انا افرغ اعمل كده؟ كل تعرف الفيصل في هذه القضيه ايه؟ تحيات النيابه. صح. هو انا النهارده لما الاقي اسامي شاذه ومكرره 34 مره وداخله ده، لا انا عندي واحد انتخب في 9 لجان مختلفه، هو نفس الشخص مش احمد علي بتاع هنا. انتخب مين؟ انتخبت على كيفه بقى. عفوا انا بسجل المعلومه مش صحيحه. لازم يكون معاه 9 بطايق مزوره، لان حضرتك لما بتخش برقم بطاقتك الشخصيه بيطلع لك كاميرا، بيطلع لك كم مكان هتنتخب فيه، مكان واحد. لما بتقول انا عبد الرحمن يوسف بشتغل اعلامي او بشتغل حضرتك انت شخص واحد. حكايه في واحد ادى 9 مرات، انا بقول معلومه مش صحيحه. علي، اذا واحد ادى مرتين صوته مرتين يتحبس لمده سنه. قانون بيقول كده. انت تعلم ان انا اعتز بيك وانا بعتز بسعادتك. انا بقدر تاريخك وقلت لك حتى قبل الحلقه واعتز وحييك يعني الصوت العالي ده عشان القضيه خطيره. وانت جاي تدافع عن اللجنه العليا. لا مش بدافع عن اللجنه العليا، يعني ممكن تتغنى ان مفيش تزوير. طبعا مفيش تزوير، ان في تزوير تاريخي. وانا عمري ما دخلت استجواب الا مذاكر زي تلميذي في اولى حضانه. طب يا دكتور ابراهيم، الاوراق دي كلها مزوره، وهذه جريمه تزوير كبرى ستثبتها النيابه. دكتور ابراهيم، انا حسيتها ليست جريمه تزوير. احنا كمصريين اعتدنا التشابه في الاسماء. يا سيدي طيب. احمد ناخد علي. ناخد دكتور ابراهيم كامل. ناخد دكتور ابراهيم جميل. كامل مساء الخير يا دكتور ابراهيم. مساء الخير يا فندم. ايوه مساء الخير يا دكتور ابراهيم. مساء الخير يا دكتور. ساعدني احسن. بيقول ما فيش احنا اول سؤال الحقيقه عايزين نساله عن الاخ سلطحه. هل الاخ سلطحه متكرر عند حضرتك 34 مره فعلا؟ والله يا سيدي عندنا سلطحه وعندنا حاجات اسامي غريبه جدا كده. يعني لا يمكن تكون من بمحض الصدفه. يعني في معجم صحاح للاسماء الغريبه ومتكرره برضه بصوره غير طبيعيه. طب حضرتك يعني شايف الموضوع ماشي في سياق ان هو تزوير خطير لإرادة الأمة زي الدكتور إبراهيم بالظبط؟
طبعا احنا مدرسه واحده، والدكتور ابراهيم يعني انا شاركته في فتره المجلس الشعب 90-95، وهو نموذج ورمز لنا جميعا، يعني مناضل في سبيل مصر ما بيتاخرش. طبعا كلنا عارفين نداء لمصر. واحنا الحقيقه لقينا نفس المشاكل اللي هي العوار القائم في قاعده معلومات الناخبين الموجوده عندنا في دايره منوف السادات وفي دايره اشمون الباجور وفي بركه السبع وسنا، وجدناها في ضنطة. واللي اغرب من كده، وجدنا ناس عندنا لهم حق التصويت عنده هناك في الغربيه، وناس من الغربيه لهم حق التصويت عندنا. يعني عمليه غير طبيعيه، ولا يمكن تكون بمحض الصدفه. ممكن مره كده اسمي يتكرر، لكن بالصوره النمطيه دي في كل الدوائر وبالترتيب التنازلي. يعني واحد جاي 32 مره، نبص نلاقيه واحد تاني وراه 31، واحد تالت وراه 30، واحد 29، واحد 28. مش معقول، عمليه لا يمكن ان تكون لا هي جايه بطبيعه الاحوال كحاله عاديه، وقطعا هي تدخل بشري في قاعده المعلومات افسدت القاعده دي. طب ممكن حضرتك يعني تفسر لي الموضوع دوت، حيث ان هو تدخل بشري، يعني تفسيره ايه ومين المستفيد والصالح مين؟ لا ده سيادتك، هنا هنا بحر يعني من الفكر والسيناريوهات الممكنه. يعني اذا سعادتك قلت هناك طرف ما عنده تحت ايده صوره من صوره، طبعا طبق الاصل من بيانات الارقام القوميه المصريه، ونفتح قوس ونقول ان الجرايد نشرت ان في نسخه من دي اتسلمت في 2009 بامر من الرئيس المخلوع ليه وتعليمات منه من خلال العدلي وزير الداخليه اللي حكم الان لامريكا. ده الكلام اللي الصحف نشرته. وافترضنا ان مثل هذه النسخه موجوده لدى طرف خارج مصر من غير ما نسمي حد. الطرف ده حب يعمل ما يفسد به هذا العرس الانتخابي العظيم اللي بيحصل في مصر. هيطلع مثل هذه البطاقات لانها مش مساله صعبه، وهيستاجر ناس بلطجيه يلفوا يأدوا الاصوات، وممكن يكون بيصوتوا في الصناديق باسم سيادتك 30 بطاقه، وانت لا تدري. انت لا تدري ان الناس دي ماشيه عماله تحط الاصوات في الصناديق. بيقف امام هذا السيناريو مشكله، طبعا قد يكون لها رد عند في المباحث الجنائيه بقى لما يبحث الموضوع تفصيلا. ازاي القوائم دي اعدت ووصلت الى اللجان؟ لانها طالعه من خلال اللجنه العليا للانتخابات ومختومه. نقدر بقى ناخد السيناريو ونقول السيناريو اللي بعده ان في طرف داخل مصر. وقد يكون السيناريو ده اللي كان معد فيه بهدف ايجاد الفوضى لتأييد ترشيح جمال مبارك رئيس جمهوريه، ثم ايجاد كتله تصويتيه تؤيده في استفتاء او تؤيده في انتخابات، بحيث ان هو يبقى في المنصب ده. طبعا طول الحزب الوطني لم يكن لديه على الارض التنظيم الكافي، لكن هنرجع تاني نقول في بلطجيه كانوا بيشتغلوا الحساب العدلي، وكان ممكن ينزلوا قوي بمثل هذه البطاقات يأدوا الاصوات بتاعتها وهكذا. يعني السيناريو موجود، وممكن نقول ان واسفاه. طيب انا بذكر الجميع بان دكتور ابراهيم كامل، انا معايا الاستاذ علي حسن نائب رئيس تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط، وحابب ان هو يعني يتداخل مع حضرتك. اولا يا دكتور عايز اوضح حاجه. كشوف قاعده البيانات تم تسليمها لكل من طلب الحصول على نسخه منها قبل الانتخابات بوقت كبير وكافي يا استاذ عبد الرحمن. فاذا لو ان هناك اي، طبعا زي ما انت حضرتك ما استلمت النسخه وزي ما الدكتور ابراهيم استلم النسخه، عشرات الالاف من المرشحين تسلموا ايضا هذه النسخ واطلعوا عليها وقرؤوها. لم يتقدم احد
بمثل هذا الإجراء إلا بعد الانتخابات. الأمر الآخر أن قاعدة البيانات التي جرت عليها الانتخابات لا شأن لها لا بالنظام السابق ولا العهد السابق. الفترة دي احنا نسيناها، الناس دي في السجون دلوقتي ما لهمش علاقة بقاعدة البيانات الحالية. قاعدة البيانات الحالية تم إعدادها بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات، هي التي أشرفت على إعداد قاعدة البيانات. لأول مرة لم تكن هناك أي سابقة في تاريخ الانتخابات المصرية أن تجري الانتخابات وفقا لبطاقة الرقم القومي. هذه هي المرة الأولى التي تجري بها وفقا لبطاقة الرقم القومي. حضرتك لما بتدخل الرقم القومي بتدخل اسمك، بيطلع شخص واحد، الشخص بيخش بيحط أصبعه في الحبر الفسفوري. لو أن هناك أشخاص بيروح يدلب صوته 20 مرة و 30 مرة، أولا أعين الناخبين ومؤيدي الناخبين ومندوب الناخبين كانت هتترصدهم وتشوفهم وتبلغ عنهم. مش في لجنة واحدة. هذا الكلام ما حصلش. مش في لجنة واحدة يا أستاذ علي. ما حضرتك. في 30 لجنة. كويس، حضرتك. مين اللي هيشوفه؟ هيتشاف في منظمات مجتمع مدني، في مرشحين، وفي مندوبي مرشحين. والحبر ده الصين عنده. حضرتك هيشيل 30 بطاقة ازاي يا فندم؟ هو بيطلع البطاقة تقول أعين الناس يا أستاذ علي. حضرتك بطاقة. هو ينتخب في 30 لجنة. أين أعين الناس؟ هينتخب في 30 لجنة ازاي؟ إذا كان مختلفة. هو مقيد في لجنة واحدة. مقيد في 30 لجنة. لا، في 30 اسم زيه. القضية. 30 القضية. اسم يتشابه معاه مقيدين في 30 لجنة مختلفة. حضرتك هذا الأمر كما رأيت. الأسماء يا جماعة عشان بس يكون سعادتك في الصورة. الأسماء الأكثر انتشارا زي محمد أحمد بتلاقيه هنا 150. الأسماء اللي زي شيماء محمد، محمد الشرقاوي بلاقيهم ثلاثة. هضطر آخد فاصل، فحابب الدكتور إبراهيم كامل هل حضرتك تحب تعلق تعليق سريع؟ لو سمحت 30 نقطتين بساطة. أولا يبدو إن في مع الأستاذ علي اختلاف. هو بيتكلم عن الـ عن السي دي اللي احنا خدناه من الحكومة أو خدناه من اللجنة العليا للانتخابات. صحيح. أنا ما بتكلمش على دي يا فندم، أنا بتكلم على الأصل اللي استخدم لإنتاج السي دي ده. بالظبط. لأنه الأصل لازم في البداية حد معاه برنامج قادر ان هو يطلع لنفس الشخص عدة بطاقات على عناوين مختلفة، ولازم يكون حد غزة الحاسب الآلي. وانا بتكلم بخبرة بقى، انا دي يعني اللي فيها عملنا حواسب، عملنا قواعد معلومات عملاقة لدول. لازم يكون حد غزة الحاسب الآلي بأسماء الناس اللي هو يقدر يطلع لها مثل هذه البطاقات. يعني هو بيحدد الاسماء ليه بقى؟ لانه اللي هيحصل انه هيبقى في بطاقه اسم ابراهيم مصطفى محمد كامل، هيدي ابراهيم مصطفى محمد كامل هين العنوان بقى، بدل سيرش اللي هي منوفيه هيحط السادات منوفيه، هيحط اشمون منوفيه، هيحط طنطا الغربيه. طيب هيحط. اتضحت الفكرة، اتضحت الفكرة دكتور إبراهيم. حاضر، بس احنا لازم نطلع فاصل ونعود مرة أخرى بعد هذا الفاصل. أعزائي المشاهدين تابعونا.